100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1000 ليرة في يوم واحد، يعني 365 يوم في السنة تطلع حق الأرض هذه رجالة، عشان في عالم تعرف مين هو الدلخ. والله طلعت وانت سالي عفسي. عيب عليك يا كفتة، هذا شكش لسانك لا خاطب لساني. عفو عليك يا خوي. نمزح معك يا حلو. صدقت ما الخوي إلا خوية، وحنا معك في شر ولا في قدة. هاي دريك يا ابو، احنا عيال جدة بلا قدة وما قدة، دحين تمزح بعدين ما تمزح. ايش الكلام ده؟ عندي لك فكرة يا شكش، بتدخل لك ذهب، وش رايك لو أخذت على كل واحد يدخل أرضك بالدباب 10 ليرة؟ عاد تخيل باليوم كم يطلع لك، وشوف بالشهر كم يجيك، واحسبها بس أنا كم دخلك. إيش رايكم عيال تشتغلوا عندي وأعطي كل واحد فيكم 100 ليرة في اليوم؟ موافق يا مدير. فقر تبغى تزحلق، هات لك تل ناري تل وزحلق لك. ايوه يلا اللي بعده، يلا هيا يلا هيا تعال زحلق يلا. ها معك تل ناري ما في؟ يلا روح. قال لك اللي ما معه تل ناري لا يجي. يا حبيبي السهشك اسمعني، اسري لك يا فقي بلا استاذ بلا بطيخ، الارض هذه ارضي ابن ام ما يعدي اللي يدفع 10 ليرة. بنعرف بنعرف، لهيك انا وشباب مكاتب السياحه اجتمعنا وقررنا نعطيك على كل سايح يمر بارضك 10 ليرة، بس افتح لنا الارض خلينا نسترزق. يجي بالادب. خذ هذا راتب اليوم، خذ هذا راتب اليوم، اشتغل شوي بذمة وضمير، خذ. يا مدير احس في شيء مو مضبوط. ايش هو؟ الحين حنا مو بناخذ 10 ليرة على الفرد. ايوه. تدري كم شركات السياحه تطلع من الفرد؟ ايش تقصد؟ خلى الموضوع لي. الأخ عراقي. أي نعم. ما شاء الله والنعم والله. نعمة حالك حبيبي. ما شاء الله تبارك الله، عندك مكتب سياحي؟ عندنا مكتب ونسترزق. طيب كم تدخلون من الفرد باليوم؟ باليوم الواحد 500، مرات أكثر. مرات أكثر؟ مرات أكثر. 500 ليرة؟ 500 ليرة نعم. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، الله يرزقك. ويرزقك معاي. آمين إن شاء الله. حبيبي. تأمرنا شيء؟ سلامتك يا غالي. مع السلامة. الله يخليك. يا اخي شو بدكم اكثر من هيك؟ ما اعطيناكم 2000 ليرة باليوم لك، هذا غير اجار الدبابات، شو بدك اكثر؟ احنا بزوره غيرنا كلامنا. النص بالنص ولا ما في زحلقه؟ انتم مو جايين تشتغلوا هون، انتم جايين تخربوا بيتنا بس. ايه الارض ارض مديرنا، ومن حكم في ارضه ما ظلم. فكروا في الموضوع. يجي بالادب. كفو يا شكش. شفتوا ايش سويت فيهم؟ وقفت لهم حالهم. لازم ندفعهم الثمن غالي، بس في شيء بيدخل علينا ذهب. تاجر دبابات؟ لا، شفت التلفريك ذاك؟ يلا يمر من عند ارضك يا شكش، ولازم الحكومه تدفع فلوس.
مرحبا شباب. لا هلا ولا مرحبا يا ابوي، زحاليق ما في، اللي بيتزحلق يروح روسيا، يروح القطب الشمالي، يروح تبوك، ارضي هذه لا حد يقربها، فاهم؟ يا حبيبي يا شكش، جايين لعندكم بعرض جديد، معلش تسمعوا؟ لا جديد ولا قديم، زحلقه ما في، تفهم ولا ما تفهم؟ حتى لو اشترينا الارض بمليون دولار. ايش قلت ايش؟ اطربني سمعني؟ مليون دولار. يا ولد بيع، اخلص لي هون بيع. اقل من 5 مليون دولار ما راح نبيع. خبلت انت؟ چه میدونم تو مالی به موقت نیست کاکیس خمسون اوباری یکی را بسته او چی بود گاز بطاویبس سسیل گذبس میستر شکوش من موقتی نید غیوندل دغیست اردان تریتوریس گدکویت هدگی از خدف روم توکی نبیس میری آدمیانی گدکویت سم تریتوریس مد موزد چه سبامیسی سپسوریس گدخدا یا معالی الوزیر الحق ما یزعل الارض هذی حقتی و عندكم الاحداثیات تقدرون تشیکون عليها و اذا بغیتوها اشتروها سر they're saying that the land is theirs and you have all the documents and the maps. If you want it, buy it. I don't care if that's their land. It's our tourism and they're hurting it. يقولاني ما يهمني انه هاي ارضكم بس هذه سياحة بلدي وانتو دا تأذوها. يا معالي الوزير حنا نحترم جيتكم قدرينها لكن هذا حقنا. انت ترضى حد ياخذ حقك؟ 5 مليون دولار وخذها لك. He's saying that this land is ours. So, if you want to buy it, we will sell it for you for $5 million. You will be happy and we will be happy. I'll make a call and come back to you. راح يجري اتصال ويرجع لكم. اوكي. وقت يمكبنا انت كان اخذنا المليون ومشينا. وقد هوزت. اوكي. We agree. يا شباب وافقوا على الصفقة. باي يا عيال لكل واحد فيكم 100,000 دولار اهواني لك زيهم وهي هي